تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى يوم 6 نوفمبر 2018. حضراتكم عارفين هدف الخدمة إيه، فقط احتياجنا نفكر بعضنا بحياة الاستعداد وحياة اليقظة الروحية. لكن أركز على حاجة مهمة وأهم حدث طبعا في الأسبوع ده حضراتكم عارفينه، وهو طبعا الخبر اللي أحزانا أو أقدر أقول أبكانا كلنا، اللي هو استشهاد أخواتنا على يد المسلمين الإرهابيين في مصر. الخبر مؤلم جدا زي كل الأحداث، قتل المسيحيين في كل مكان بما فيهم مصر، لكن اللي حقيقي وجع قوي إن الجرح ده جعله مؤلم زيادة شوية، إنه حصل فوق جرح قديم في قلوبنا مشابه من سنة فاتت، بس من سنة مضت في نفس المكان وبنفس الطريقة. ما عنديش كلمات حقيقية تكفي للتعبير، لكن نشكر ربنا إنه يكفينا كلمات التعزية اللي قالها لنا ربنا في الكتاب المقدس، اللي عزانا بإنه هذه الاضطهادات والدماء دي شهادة التقوى وشهادة على طريق الملكوت. الكلام ده قاله لنا الكتاب في رسالة تيموثاوس الثانية 3:12، جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. عشان كده دايما تلاقوا الناس البسطة في إيمانهم الرائعين، دول اللي فعلا بيقدموا دمهم للمسيح. ربنا يجعل نصيبنا أو يعني نصيبنا السماوي مثل هؤلاء اللي أفضل مننا بكتير في بساطتهم. فده اللي قاله لنا الرب يسوع المسيح في إنجيل يوحنا، قال لنا من الأول قبل ما يحصل، عشان لما يحصل ما نتخضش، لكن برضو للأسف لسه بيحزننا. فزي ما قال إنجيل يوحنا 15:20، اذكروا الكلام الذي قلته لكم، ليس عبد أعظم من سيده، إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم، وده اللي بيحصل، وإن كانوا قد حافظوا كلامي فسيحفظون كلامكم. فالطريق صعب جدا، ولكن الحاجة الجميلة إن هو ده اللي بيؤدي للحياة الأبدية. ففي إنجيل متى إصحاح 7:14، لما يقول ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدون، ودول من الناس القليلون اللي لقوا الطريق. ما تحزنوش، رغم ان كل الدم ده ربنا ادانا الغلبة. فزي ما بيقولنا في انجيل يوحنا 16:33، قد كلمتكم بهذا ليكون لكم فيا سلام. مع كل المواقف ده لازم يكون لينا في الرب سلام. في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. الغلبة مش بالمواقف الارضية، الغلبة بالنصيب السماوي. حط في ذهنك الانتصار الحقيقي، انت تفوز بإيه في حياتك الأبدية، مش تفوز بإيه في معاركك الأرضية. عارف ان البعض هيقولنا بس احنا بشر وحقيقي تعبنا من الأحزان في مصر او غيره، مظلومين، لينا حقوق مهضومة، صح؟ كلنا حاسين بالكلام ده، وممكن نبتدي نتكلم عن فين حقوقنا، فين الأمن، التواطؤ، الإرهاب الإسلامي. نبتدي بقى الاتهامات، فالحاجة تحزن إن احنا ممكن بعضنا بيهاجم بعض وبنختلف مع بعض، مش عارف ليه إخواتنا يستشهدوا واحنا نبتدي نهاجم بعض، رغم إن أنا مع حق الدفاع عن أولادنا وحق التعبير وعدم الخوف من إعلان الحق زي ما علمنا الكتاب، لكن أرجو في نفس الوقت إن احنا نتذكر إن حياتنا الأرضية مش هي الهدف، دي حاجة مؤقتة جدا. حياتنا على الأرض إيه؟ 20 ولا 80 سنة اللي هنعيشها على الأرض إيه؟ دي بخار، زي ما قال معلمنا يعقوب، أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد، لأنه ما هي حياتكم؟ هنتخانق علشان حقوق أرضية؟ من حقنا نعلن حقنا الأرضي بدون خوف، ولكن ما يكونش هو ده هدفنا.
حياتكم أنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل، لا تقارن بالحياة الأبدية. مزامير 39:5، هوذا جعلت أيامي أشبارا وعمري كلا شيء قدامك، إنما نفخة كل إنسان قد جعل سلام. أرجو أن احنا رغم الأحزان، وإحنا فعلا كانت أحزان شديدة أنا عارف، لكن نستمر نظرين لفوق، لأن الهدف من كل الاضطهاد ده مش عشان يقتلكم كلكم، لا، جربها في زمن الاضطهاد وعرف أنه هو فشل، وكل دول أرواح بتذهب إلى الفردوس، لكن الهدف أنه هو عايز يبعد نظرنا عن الأبدية. مع كل محاولاتكم السياسية ومن حقكم ومطالبتنا بحقوقنا وده من حقنا، لكن ما ننساش نبعد نظرنا عن الأبدية، ما نخليش الشيطان يفقدنا سلامنا، ما نخليش العالم يشغلنا بأمور أرضية، لأنه عارفين مين اللي بيدبر كل الاضطهادات دي؟ مش البشر. البشر اللي بيعملوا حتى اللي قتلونا دول فقط أدوات في يد المدبر، المدبر هو الشيطان. أفسس إصحاح 6 عدد 12 يقول لنا الكلام ده نصا، إن مصارعتنا ليس مع دم ولحم، مش الإنسان اللي قتلنا، ده عبارة عن واحد لابس شطان خلاه يرفع البندقية ويضرب. فإن مصارعتنا ليس مع دم من ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاد ولاة العالم على الظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. السلاح اللي نغلب بيه مش إن احنا نرفع سلاح تاني ونضرب بيه الشخص اللي ملبوس بالشيطان، الشيطان هيفرح، ولا الغضب ولا الثورة ولا الانتقام، بل بالإضافة لمطالبتنا للحق بأساليب شرعية حقيقية منتهى السلام وأيضا محبة الكل، لكن قبل منها الصلاة والصوم. لو ضربت بالمسدس انت مش هتقتل الشيطان، مش هيتأثر، انت هتقتل اللي لابسه الشيطان، لكن الصلاة والصوم زي ما قلنا في إنجيل متى 17:21، أما هذا الجنس فلا يخرج إلا بالصلاة والصوم. عايز تغلب الصلاة والصوم، لأن كل الضيقات دي بتزيد مجدنا الأبدي، زي ما بيقول لنا في كورنثوس الثانية 4:17، لأن خفة ضيقاتنا الوقتية أتعاب شوف كام سنة، ورغم ذلك كام قرن من الاضطهاد، كل دي توصف خفة ضيقية، خفة ضيقتنا الوقتية لما تتقارن بالمجد الأبدي، تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. عشان كده أصر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. أرجوكم رجاء محبة، بقول الكلمة دي ليا ولحضراتكم، استمروا في الصلاة في كل كنائس ربنا على مختلف أنواعها، الركب الساجدة أمام ربنا زي ما أوصانا الكتاب لما بيقول في رومية 12:12، فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة في كل الأحوال. ربنا يعزي قلوبنا جميعا يا رب على الأحداث اللي متكررة وما أعتقدش هتتوقف، ده لو ما كانتش هتزيد، لكن ربنا يعزي قلوبكم دايما بشهدائنا اللي بيسبقونا للفردوس. نبدأ في الأحداث العالمية والعلامات كالعادة. علامات في السماء، انفجار كرة نارية كبيرة فوق بورتريكو، وآدي منظرها قدام حضراتكم، وفعلا تزايد جدا في الأجسام الفضائية اللي بتسقط على الأرض. خبر آخر عن نيزك بقطر مترين اصطدم بالفعل في الأرض في جنوب أفريقيا وأضاء السماء بقوة في الليل، وناسا ما كانتش تعرف عنه أي شيء. منظر السماء ده مش عشان أثناء النهار، النور اللي انتوا شايفينه في الصورة ده كله ده من انفجار هذا النيزك اللي اصطدم بالأرض، ده actually منظر السماء وهو في طريقه للاصطدام إليها، كانت بالليل وظلمة ولما انفجر وصبرا في السطح الكرة الأرضية نور السماء.
متخيلين كمية، زي ما قال الكتاب المقدس، فعلا نجوم السماء تتساقط، وكان يقصد معناها الحرفي ومعناها الروحي، ومعناها الروحي حصل وأيضا معناها حرفيا بيحصل. طبعا نيزك مترين ده مصيبة. علماء فضاء من هارفارد، ربنا يخلي لنا العلماء دول، مش عارف كنت من غيرهم كنا هنعمل ايه. مش كل طبعا العلماء، كتير منهم رائعين، ولكن بعضهم مش عارف اقول ايه، يدعوا ان مذنب اوموا هو عبارة عن مركبة الكائنات فضائية. ربنا يكملهم بعقلهم وعلمهم يا رب. فشايفين مذنب عبارة عن قطعة حجر، فقال لك ده احتمال يكون مركبة فضائية. دول علماء من هارفارد. ما علينا. بالظبط، لتغيير اتجاهه أثناء دورانه حوالين بعض. يوم 30 أكتوبر 39 كرة نارية في يوم واحد. يوم آسف يوم 1 نوفمبر 24 كرة نارية في يوم. يوم 2 نوفمبر 20 كرة نارية في يوم. يوم 3 نوفمبر 26 كرة نارية في يوم واحد. يوم 4 نوفمبر 23 كرة نارية في يوم واحد، وبقيش يوم يعدي من دون ما يحصل فيه تسجيل لأرقام مثل الكلام ده. الطقس اللي بحيرة البحر والأمواج تضج بمعناه الروحي والرمزي، ودلوقتي بقي لترالي. طيفون يوتو يضرب الفلبين بثورة بقوة، أنا آسف، ويسبب خسائر كتيرة، ويقتل حتى يوم الثلاثة اللي فات 6 أشخاص على الأقل. عاصفة في غير موسمها تضرب فرنسا وأسبانيا وتسقط ثلوج كتيرة وتسبب أعاصير وتترك مناطق بدون كهرباء. آدي المنظر والترنيدو اللي لمس الأرض. على الأقل 14 شخص ماتوا في السعودية من عاصفة قوية غير معتادة سببت فيضان مفاجئ في مناطق، وقتلت 14 شخص، وأدي صورتها قدام حضراتكم. هيريكين قوي يضرب مناطق في إيطاليا ويسبب خسائر كثيرة، وده بعض مناظر التخريب اللي سببه. تساقط ثلوج سابق لأوانه يسقط كم كبير في المغرب، المنظر ده في المغرب. طيفون يوتو سبب انزلاق طمي في الفلبين وسبب وفيات أيضا. طقس سيء وتهديد بأعاصير قوية في جنوب شرق أمريكا. 7 أسباب كلها تؤدي إلى الجفاف الشديد اللي حاصل، قد يؤدي إلى أن الشرق الأوسط يتجه للحرب بسبب المية وليس بسبب لا البترول ولا خلافات أخرى. الحرب القادمة هي حرب المياه، اللي ممكن في قريب تبقى المية أغلى من البترول. الزلازل اللي أيضا زادت جدا. يوم زي ما قالنا بالضبط إنجيل لوقا 21 هنسمع عن زلازل عظيم. بص الأسبوع ده بس حصل فيه إيه، بعد ما كنا نسمع عن 3 4 ولا يتعدوا على صوابع اليد في السنة وهكذا. يوم الثلاث 33 زلزال في يوم، دول زلازل متوسطة وقوية، منهم 5 و7 في اليونان، رقم 5 اللي يعتبر زلزال فعلا قوي، 5 أضعاف 4.5 الزلزال القوي. يوم الخميس 35 زلزال. لازم بقينا نسمع عن رقم 6، منهم 6.2 في شيلو. رقم 6 اللي كان نادر جدا دلوقتي داخلين ان احنا بنسمعه مرة كل اسبوع او اكتر. و5.8 في جزيرة بريستول. يوم الجمعة 47 زلزال، منهم 1.6 تخفض ل5.9 في روسيا. يوم السبت 36 زلزال، منهم 1 بقوة 6 في الفلبين اللي لسه مضروبة بالهيريكين. يوم الحد 35 زلزال، منهم 1 تاني ب5.9 ريختر في روسيا.
فالاسبوع ده لوحده حصل فيه في 7 ايام من يو اس جي اس 103 زلزال في اسبوع، منهم زلزالين بستة واكتر او اربع زلازل ما بين 5.9 الى 6.2. زلزال نيوزيلند ابو 6.2 في الجزء الشمالي شعر به 9000 شخص وسبب خسائر. زلزال قوي اللي هو بقوة 6.2 اللي حصل في شيلي سبب أيضا خسائر كثيرة. كاليفورنيا اتضربت ب 39 زلزال في 24 ساعة فقط، والعلماء بيحذروا من التحركات في الصدع بتاع سان أندرياس. البراكين أيضا اللي زادت، بدل ما كنا نسمع عن 3-4 براكين في السنة، بصوا كم بركان نشط. بركان دوكونو ينفجر بقوة بدون ما صدع حضراتكم كمية البراكين النشطة واللي بتنفجر. ده ملخص البراكين النشطة يوم الحد اللي فات من فولكينو ديسكفري. كل دي براكين نشطة. الأوبئة اللي زادت زي برضو ما قالنا الكتاب المقدس مثل إنجيل لوقا 21، هنسمع عن أوبئة في أماكن، وبالفعل الأوبئة بتزيد. أبحاث بدأت تشير إلى أن فيروس هيربس قد يكون السبب وراء الألزهايمر. ده من ياهو نيوز، واخدين بال حضراتكم؟ مرض الألزهايمر اللي بدأ يزيد جدا هذه الأيام. ظهور عشرات حالات جديدة من الإصابة بالمرض اللي هو شبيه شلل الأطفال. التزايد الشديد في حالات المرض شبيه شلل الأطفال يستمر في إقلاق الأطباء. ده من وول ستريت جورنال. مئة حالة من التيفود حتى الآن ظهرت في لوس أنجلوس، والمرض ينتشر بين الذين بدون مأوى اللي هم الهوملس. ده من ديلي ميل. طفل يصاب بتشنجات بعد ما أكل الحلويات بتاع يوم الهالوين، ويتضح أنه حطوا فيها ميثامفيتامين للأطفال. الشر اللي بقي في العالم، الناس اللي بقت فعلا دي من بوزيست عشان تحط الحلويات ويدوها للأطفال ويحطوا فيها ميثامفيتامين بهذا الأمر. متخيلين؟ رجاء محبة اللي في الغرب، ما تشاركوش في هذا العيد الشيطاني، وما تخلوش ولادكم يطلعوا مرة تانية في تريك اور تريت، مرة تانية في 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 الاحتفال ده. البكتيريا المقاومة للأدوية يزداد قدرتها على العدوى أو العودة للإصابة في المجاري البولية، هو الريكرنت انفكشن، يعني إصابة المجاري البولية أو الريزيستنت. المستشفيات الأمريكية تبذل مجهودات ضخمة عشان تقلل العدوى في المستشفيات اللي هو النوزوكوميال انفكشن اللي كانت في تزايد شديد وبتقتل كتير من المرض. الإنسان يروح المستشفى بأي مرض، يجي له نوزوكوميال انفكشن في المستشفى نفسها، ياخده من المستشفى ويموت. ما يموتش بسبب المرض الأساسي اللي راح به المستشفى، يموت من المرض اللي أخده من المستشفى. مستشفى نيويورك تضرب بعدوى تصيب حديثي الولادة. أخبار حروب اللي زادت أيضا جدا. سفينة حربية أمريكية نجحت في إصابة صاروخ في الفضاء. يعني تقدر السفن الأمريكية أو السلاح ده إن لو في صواريخ في الفضاء تقدر توقعها. متخيلين؟ في سباق التسلح الفضائي حاليا. يعني احنا خرائط جوجل تعتم على قاعدة سرية حربية أمريكية بيها نوع غامض من الطائرات، ساندي إكسبريس. وطبعا لو حد شاف الطائرات دي على طول هيقول لك إيليانز، كائنات فضائية. روسيا ترسل مدرعات إلى ساكي وكرينيا في طابور طويل يوصف بأنه بدون نهاية، endless line.
يبدو كما لو كان روسيا والصين وإسرائيل، كما لو كان الثلاثة خلاص بيستعدوا الحرب، أكيد هتحصل. طائرة حربية روسية تعترض بطريقة غير آمنة طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود، وده من آر تي نيوز. حاملة الطائرات الروسية وهي الوحيدة اللي تمتلكها روسيا تحطم فيها أجزاء وكادت أن تغرق. على فكرة أحيانا بتظهر حاجات توضح أنه الجيش الروسي أو البحرية الروسية فيما عدا قوتها النووية، لكن الجيش الروسي في حالة سيئة على فكرة. روسيا وحلف الناتو هيتقابلوا عشان يتكلموا عن عدم دخول في سباق تسلح آخر، رغم ان هما الاثنين اوريدي شغالين في سباق التسلح. حلف الناتو يحث روسيا على ان تلتزم بالاتفاقيه النوويه. حضراتكم عارفين ازاي ان هما، انا اسف في التعبير، اتجننوا الايام دي في سباق التسلح النووي. في نفس الوقت روسيا بترد على التدريب اللي قام بيه حلف الناتو الموسع إن هي قامت باختبار صواريخ. كوريا الشمالية بتعد مواقعها النووية لفحص من محتمل قريبا. أمريكا وكوريا الجنوبية يستعيدوا تدريباتهم العسكرية اللي هي كانت توقفت لفترة زمنية. إيران تضرب بفيروس كمبيوتر عنيف، وبعض التعليقات بتقول إسرائيل صامتة تماما. فالحرب دلوقتي بقت مش بس جيش ضد جيش، بقينا نسمع عن حروب غريبة. مسؤول أمريكي يهدد إيران بعقاب شديد، وهو فعلا بدأ وسريع، وأيضا خلاص بدأ إعادة تطبيق العقوبات الاقتصادية على إيران، ده برضو من RT. محاولات الاتحاد الأوروبي لتهميش العقوبات الأمريكية على إيران يواجه صعوبات شديدة. إيران لما بدأت تطبق عليها العقوبات تركز على الدفاع الجوي وتستعرض قوتها العسكرية مع بداية تطبيق العقوبات الأمريكية. على فكرة إيران في موقف ممكن بالفعل، أنا آسف في التعبير، تتجنن وتقوم بحرب. كده كده خسران. الرئيس الإيراني يهدد بالحرب مع استعادة العقوبات الأمريكية عليها مرة تانية. أردوغان يستمر في محاولة قلقلة الشرق الأوسط لصالح الإخوان المسلمين، وأيضا الخلافة العثمانية اللي بيحلم بيها، وأيضا عشان يغطي على المشاكل الصعبة اللي موجودة في تركيا زي التضخم اللي ازداد بمقدار 25% الأسابيع الماضية فقط. على فكرة تركيا في موقف اقتصادي لا يحسد عليه، ده من عروض شغل. أمريكا تطالب بوقف إطلاق النار في اليمن، وفعلا الموقف في اليمن صعب جدا. 5 من أفراد طالبان اللي أطلق سراحهم أوباما في آخر الفترة بتاعته من جوانتانامو، كلهم بدون استثناء عادوا للجهاد والإرهاب والعمليات الإرهابية وقتل الناس الأبرياء. هذه 5 الحلوين اللي كابتن أوباما أطلق سراحهم من جوانتانامو، اللي رجعوا يقتلوا الأبرياء تاني. عينيهم كلها محبة وسلام، يعني مش عارف أقولك إيه يا أخي. ماركون يقول أنه، آسف، ماكرون يقول أنه سيعلن عن خطة السلام لفلسطين لو ترامب لم يعلنها قريبا، ده من تايم أوف إسرائيل.
البرازيل أيضا تخطط لنقل سفارتها الإسرائيلية إلى أورشليم، وده من واشنطن بوست. أخبار عامة على اللي بيحصل حوالينا. أصوات أبواق غامضة تخيف سكان مناطق في نيوجيرسي. موضوع حكاية أصوات الأبواق اللي بيسمعوها اتكرر كتير جدا. البعض بيتساءل، هل تم ظهور أجسام أو جسيمات شبحية في مصادم الجزيئات العملاق؟ لأنه ظهرت إشارات غامضة أثناء التجارب اللي بيقوموا بيها في مصادم الجزيئات، يتوقعوا منها أنها تكون لجسيمات جديدة ضعف حجم ذرة الكربون. ده من الجارديان. ربنا يستر ويحافظ علينا من التجارب اللي في منتهى الخطورة، اللي ياما علماء حذروا منها، اللي بيقوموا بيها في مصادم الجزيئات واللي ما يعرفوش حاجة عن هما بيعملوا ايه. أبحاث علماء من خلال الكوانتم لتحديث الجنود ووسائل الاتصال، الكوانتم فيزيكس. هاكر يعرض بيع الرسائل الخاصة اللي في الفيسبوك اللي عرف ياخدها ل 81 ألف حساب سرق الحوارات الخاصة بتاعتهم وتم التهكير عليه، ودلوقتي عرض ان هو يبيعهم. ده من بي بي سي نيوز. كاتب يدعي انه البشرية قريبا هتعبد المسيح الالكتروني، AI مسايا او Artificial Intelligent مسايا. مسايا مش هيبقى شخص او اله في السماء، لكن مسايا هيبقى حاجة ذكاء صناعي. متخيلي؟ أخبار الاقتصادية في العالم اللي فعلا مضطرب اقتصاديا أيضا. ترامب يشير إلى احتمالية الوصول لاتفاق تبادل تجاري بين أمريكا والصين، لأنه الصين في موقف فعلا صعب أو بتنحدر اقتصاديا وخسارات كتيرة في أسواق الأسهم. ده من الجارديان. الاتحاد الأوروبي خسر ما يزيد عن 100 بليون يورو بسبب أنه هو حاول يطبق عقوبات على روسيا، فالاتحاد الأوروبي خسر أكتر. ده من RT News. فهو خسر، الاتحاد الأوروبي خسر لوحده 100 بليون يورو عشان بس كان نفسه يطبق عقوبات على روسيا. لو حدثت الحرب المتوقعة بين إيران والسعودية، ده ممكن يخلي سعر برميل البترول يوصل ل$300 ويوقع العالم في فقر. ده من RT News برضو. اضطهاد المسيحيين اللي زاد جدا. في البداية حاجة محزنة حقيقي، وهي انه قليل جدا من وسائل الاعلام العالمية اللي اتكلمت عن استشهاد اخواتنا الاقباط في الهجوم الارهابي عليهم وهم رايحين للديك. يعني RT News اتكلمت عنها، فين CNN؟ فين بقيت وسائل الإعلام؟ هو إنسان يموت، وده حاجة تحزننا إن إنسان يتقتل، الدنيا تتخرب وتتقلب وممكن دول تقع وبيتكلموا عليه للنهار، وده حاجة محزنة إن هو يتقتل. ولكن أقباط بالعشرات بيتقتلوا كل يوم ومش مهم، ما بيجيبوش سيرتهم. ليه ترى نفس وسائل الإعلام العالمية بتطالبش بحق الأقباط السبعة دول؟ اشمعنى؟ نوعية جنس آخر من البشر؟ دم بشري قيمته أقل بكتير؟ إيه ده؟ فعلا العالم وقع في الشرير. اتنين مسيحيين استشهدوا في كينيا لأنهم أصروا على إعلان تمسكهم بإيمانهم بالمسيح أمام الإسلاميين الإرهابيين، فطبعا قتلوهم واستشهدوا. برضو ليه وسائل الإعلام ما تكلمتش على هؤلاء؟ قتل مبشر مسيحي في الكاميرون. أيضا في حادث آخر وصلوا للموضوع ده ضروري،
خطف 80 مسيحي في الكاميرون، 79 منهم طفل يا ربي، من قبل المتعصبين المسلمين من آر تي نيوز. 79 طفل، دول منهمش قيمة؟ طبعا انتوا عارفين في المقابل لو طفل اتقتل او مات او اتخطف الدنيا بتتقلب، وعندهم حق. لكن لو الاطفال دول مش واحد 79 بس عشان مسيحيين، سي ان ان مش مهم ما يتكلمش على الحادثه دي، ما يتستاهلش. شيطان قايم على المسيحيين حتى الاطفال. سمعتوا الخبر ده في حته؟ ليه يا ترى ما سمعتوش عنه؟ ولا دول مش اطفال بشر عشان حضره السي ان ان وغيرها تتكلم عنهم؟ أولياء أمور مسيحيين في كندا يترفض طلبهم للتبني، ليه؟ إرهابيين زي المسلمين؟ لا، بيتكلموا أعباء تعبيرات في منتهى القذارة زي الشواذ؟ لا، ليه؟ علشان بس عبروا على وجهة نظرهم الرافضة للشذوذ. إزاي وإزاي يبقى مش من حقكم التبني؟ ممنوع. مظاهرات ضخمة في باكستان وقلاقل شديدة بسبب حكم ببراءة واحدة مسيحية اتهموها بازدراء أديان بالكذب، أقدر أقول. ولما اتحكم بعد 10 سنين اتبهدلت في المحاكم، بعد 10 سنين اتحكم ببراءتها، بعد ما قضت 10 سنين في السجون والمحاكم، منهم 8 سنين في حبس انفرادي. آسيا، يس، لما تم الحكم ببرائتها بعد 10 سنين الدنيا اتقلبت، والإسلاميين خربوا الدنيا وعايزين إعدامها، بل دلوقتي كانوا بيطلبوا بقتل القاضي المسلم وإقالة بعض الوزراء اللي سمحوا بالموضوع ده. أقول لكم على خبر تاني، تعرفوا أن المسلمين فعلا قتلوا القاضي؟ سمعتوا الخبر ده؟ وبيبحثوا عن آسيا بأي شكل هي وعائلتها علشان يقتلوها. عشان كل الكارثة ان هي شربت من مكان بيشرب منه المسلمين، فقالوا لها انت نجسة ومش عارفه ايه، فدفعت عن المسيحية امام الاسلام. ازاي وازاي اتكلم، فاعتبروها بتجدف على الرسول، ومن ساعتها يا رب بتبهدلها. صلوا لها، ربنا يبارك فيها وفي اسرتها. يوم الحد اللي فات الحكومة بجلالة قدرها تصدر قرار بمنعها من السفر، وتعقد الحكومة الباكستانية اتفاق مع المتظاهرين المتعصبين. متخيلين؟ اللي قتلوا القاضي. ايه الاسلام اللي بيخر محبة ده؟ مش عارفين ناخد المحبة فين ولا فين، وكل ما نيجي المحبة اللي بتخر من الاسلام نلاقيها دم. القبض على كاهنين مسيحيين في الصين وإجبارهم على أن هم يقعدوا يدرسوا القواعد الاشتراكية، وأيضا القبض على 12 آخرين بيقيموا صلاة في مخابئ تحت الأرض في الصين. عدنا لزمن الاضطهاد والكنائس اللي خلاص دخلت الشقوق والمخابئ مرة تانية. وسائل إعلام مسيحية بتتساءل لماذا وسائل الإعلام العالمية اللي بتثير ضجة ضخمة جدا لمقتل أي شخص، ولكن في المقابل تتجاهل تماما مقتل المسيحيين بالآلاف واضطهادهم يوميا بشكل لا يقبله إنسان. ليه الكلب مكيالين؟ إنسان يتقتل تقوم الدنيا وتقعد، مسيحيين يتبهدلوا ويتقتلوا ويبقى دمهم في الشوارع والأكفان في كل مكان، وسائل الإعلام حتى ما تهتمش تحط عنه خبر صغير. ليه يا ترى؟ لماذا الكيل بمكيالين؟ ولا هل الإعلام العالمي برضو قد وقع في الشرير؟ أولياء الأمور المسيحيين قرار بعد الآخر يقتربوا من أن يفقدوا حقهم حتى ان هم من يعلموا ابنائهم الايمان. تعرفين الموضوع ده؟ خطوه بخطوه بيحاولوا يمنعوا اولياء الامور ان هم من يعلموا ابنائهم الايمان.
للأسف برنامج آخر أمريكي يسخر من المسيح بشدة ويصفه بأنه آسف، سآسف، ربنا يسامحني وحضراتكم سامحوني، أنه يصفوه بأنه هو بانسيكشوال، وأن الجحيم ده بس هو الكونستراكشن أو التصليحات اللي بتتم في الشوارع، هو ده الجحيم. طبعا احنا لا هنصور ولا هنطالب بقتل فلان ولا فلان، لكن ليه العالم ما بيشبعش غير ان هو يسخر من المسيح؟ الشيطان اللي مش مستحمل الانحدار الاخلاقي اللي زاد جدا. خبر جيد في البداية، ولكن برضو يوضح الاضطهاد وان مفيش حرية تعبير. شاذ تاب عن خطاياه وعن حياه الخطأ دي، وعرف المسيح ورجع لربنا وتاب عن خطاياه دي، لكن حاليا يواجه هجوم شرس جدا من مجتمع الشواذ. ازاي وازاي يسيبنا؟ عارفين حد الردة في الاسلام؟ طالما وقعت في فخ الشيطان ممنوع تخرج منه. اتضح بالقصة دي ان الشواذ عندهم نفس الموضوع. الديمقراطيين في امريكا يوعدوا ان هم هيدوا حقوق اكتر بكتير للشواذ لو فازوا في انتخابات البرلمان اللي هي بتتم النهارده. مجدوهم في خزيهم فعلا. هو ده المسج اللي بيقدموها الديمقراطيين. للأسف العلماء يطوروا بالسرعة الإنسان الآلي، أنا آسف سامحوني، عشان يستخدم للحاجات الخطيئة القذرة الجنس، وبشر أكتر بدأوا يقيموا علاقات مع الإنسان الآلي، وابتدت الخطيئة دي تزيد أكتر وأكتر. ده من RT News، أنا مش عارف أقول إيه. هو ده العلم والتطور، إزاي بس توقع الناس في الخطيئة زيادة وزيادة. اللي تكلموا عليه سابقا بدأ يحصل بالفعل. أم تشتكي إن مقاطعة المدارس في مينيسوتا والحكومة ساعدت ابنها الطفل الصغير إنه يقوم بعملية تغيير جنسه، شوهوه بدون أي موافقة منها على الإطلاق، ولا جابوا سير الأم ولا حاجة، والأم بعتت ابنها للمدرسة مطمئنة. فين الواد؟ في المستشفى عمل عملية تغيير جنس عشان طلب مننا، فإحنا عملنا له الموضوع. إيه رأيكم؟ الأم اللي تستأمن المدارس والحكومة على ابنها وتلاقي إن هم مضيعوا الابن وخلوه شاذ، إيه رأيكم؟ موضوع بقى صعب قوي، عشان كده فعلا محتاجين نصلي، محتاجين نستعد، محتاجين نعد زيت في مصابيحنا لاستقبال عرسنا، لأن العالم فعلا أصبحنا داخلين على زمن صدوم وعمورة، وزمن الخطية اللي كانت في أيام نوح زي ما قال لنا إنجيل لوقا 21. محتاجين استعداد بالصلاة، بالصوم، بخدمة أبناء الله، بتنقية القلب، استعداد بلباس العرس زي ما قال لنا معلمنا بولس الرسول في روميا 13، هذا وأنتم عارفون الوقت. خلاص ساعة دي ساعة الاستيقاظ اللي مسيطر عليه النوم، الغفلة، الإهمال، التراخي، الفطور، الآن الساعة اللي تستيقظ فيها. خلاص، فأن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين أمنا. قد تناهى الليل وتقارب النهار، اخلعوا أعمال الظلمة كلنا، فلنخلع أعمال الظلمة، نلبس أسنحة النور، نسلق بلياقة. أي حد مسيطر على خطية من أي نوع يتخلص منها، مفيش وقت ومفيش فرصة كتيرة. مسك بالمسيح من الآن، احترس. لو ما تمسكتش بالمسيح، مش بس لو هيجي المسيح بكرة أو النهاردة، أمين تعالى أيها الرب يسوع، بل كمان علشان خاطر الظلام اللي بيزيد اللي هيمنعك أكتر وأكتر أن أنت تستعد. ليه ربنا قال لنا الحاجات دي كلها؟ اولا عشان لما تحصل ما نخافش، مش زي ولاد العالم لما يسمعوا عنها يتخضوا. احنا قال لنا عنها قبل ما تحصل، عشان لما تحصل انظروا لا ترتاعوا، وزي ما قال لنا معلمنا بطرس، اما خوفهم فلا تخافوا. وقال لنا عليها الحاجات دي كلها قبل ما تحصل، عشان لما تحصل نؤمن، زي ما قال في انجيل يوحنا 14:29، قلت لكم الان قبل ان يكون، حتى متى كان تؤمنون. ربنا قال لنا على أحداث هتحصل معا، فيه تبدأ تحصل معا في نهاية الأيام، ما تنفعش تكون بالصدفة أنها تحصل بالطريقة دي، عشان لما تحصل نتأكد من كتاب ربنا الدقيق جدا والرائع ووعود ربنا،
في الزمن اللي بيشككون في كل كلمة في كتاب ربنا، بل بيشككون في وجود ربنا نفسه. والحاجة الثالثة والمهمة علشان حياة الاستعداد، عشان ننتبه ونستعد زي ما قال في إنجيل لوقا 21: متى ابتدأت هذه دكون فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم، ارفع راسك لفوق وبص على ربنا وكلمه، لأن نجاتكم تقترب. في زمن ربنا عارفوا أنه العالم هيكون بيتفنن زي شغلة، مشاكل ومشاغل واضطهادات وأمور اقتصادية وغيره. العالم قاصد تلفزيون ووسائل اتصالات تشغلك وتخليك مش قادر تسيب السيلفون من إيدك ولا غيره. عارف ربنا ده اللي هيحصل، فداك حاجات تلفت نظرك، فرحوا عريسنا قرب. لكن الشيطان عارف، عشان كده عايز يسرق سلامنا ويسرق أكللنا. استعدوا، 150 ألف واحد بيموتوا في اليوم، أي إنسان هيسلم وديعته هل مستعد ولا لأ؟ المسيح قرب، اصنعوا ثمار طليق بالتوبة واستعدوا لاستقبال العريس. أمين. تعالى أيها الرب يسوع.